قال البنتاغون بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشآت صيانة أمريكية في قاعدة قرب الحسكة شمال شرق سوريا، ما أودى بحياة أمريكيين وأسفر عن إصابة 5 جنود أمريكيين ومتعاقد. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن الهجوم استهدف منشآت تابعة لجماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا. القوات الأمريكية أكدت بأنها ستبقى في سوريا لضمان هزيمة داعش بحسب وصفها. على الرغم من تعرض الحضور العسكري الإيراني في سوريا لضغوط أمريكية وضربات إسرائيلية متكررة، إلا أن إيران تصنف حتى الآن القوات الأجنبية الأكبر على الأراضي السورية. هذه هي سوريا كما تبدو عليه اليوم، بلد يعيش أكبر انتشار للقوات الأجنبية على أراضيه في تاريخه الحديث. قوات تنتشر عند كل هذه النقاط، حوالي 600 موقع أكثر من نصفها لإيران. فإيران بحرسها الثوري وتحديداً فيلق القدس صنفت كأكبر القوى الأجنبية انتشاراً في سوريا، وهذا انتشار تصر إسرائيل على الحد منه عبر غارات لا تتوقف منذ سنوات. البداية من حلب التي تتصدر المحافظات السورية بأعلى عدد للقوات الأجنبية في البلاد، 155 موقعاً ينتشر فيها الحرس الثوري الإيراني أو جماعة مسلحة تتلقى تمويلها منه. هنا درعا التي يبدو المشهد فيها مخالفاً لاتفاق عام 2018 القاضي بإبعاد المسلحين الإيرانيين عن الحدود. عدد نقاط انتشارها هناك تضاعف إلى 88 موقعاً مع نهاية عام 2021، ليس للحرس الثوري وحده بل كذلك لمسلحي حزب الله اللبناني، كما أن اللواء 90 المنتشر جنوب غرب ريف دمشق وفي كامل القنيطرة، والذي تبعد قيادته قرابة 20 كيلومتراً فقط عن هضبة الجولان، تحول إلى قاعدة استطلاع متقدمة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. وليس بعيداً إلى محافظة ريف دمشق مواقع تتنوع بين قواعد ونقاط لوجستية وأخرى للمراقبة. شمال لاذقية تحضر إلى جانب القوات الروسية، ويتكثف حضور إيران في حمص وأيضاً في حماة. أما في الجزيرة فيقتصر وجودها على مناطق غرب الفرات وصولاً إلى دير الزور التي يتكثف حضور الحرس الثوري فيها على طول الحدود، لسيما في الميادين والبوكمال التي أسست طهران مؤخراً فيها قاعدة عسكرية وصفتها جيروزاليم بوست بالقاعدة التي ظهرت فجأة من قلب الصحراء.